لحياتنا الاجتماعية جانب قانوني احنا ساعات بنغفله، مش أستاذ عزيز فقط لأنه عايش خارج مصر مثلا، لا احنا كمصريين ساعات بنغفله. تعال بقى نسأل مستشار محسن حجاج، انتوا دلوقتي موجودين في البيت ده، البيت اللي عليه النزاع. ما فيش نزاع، عايزين نقول ايه، ان ده مسكن الزوجية الخاص بالطرفين، تمام، ومفيش نزاع اللي هو ما بين اطراف متخاصمه على ان مين صاحب المكان ومش مين مش صاحب المكان. هو زي ما قال دلوقتي طبعا العلاقه بالنسبه له علاقه قايمه على شقين. الشق الاولاني ان هو وجوده في المكان باعتبار ان العلاقه الزوجيه قائمه الى الان، وقت ما احنا بنتكلم دلوقتي هي زوجته. دي يعني زي ما بيقولوا الحقائق، مش حدش هيقدر طرف من الاطراف ينكرها. طلبتش منه الطلاق؟ ما قالتلوش طلقني؟ ليه لجأت للخلع وفي سرية تامة؟ حتة ما طلبتش الطلاق، تمام، في البيت المصري عندنا مفيش ست ما طلبتش من زوجها وقت الزعل الطلاق. صح. وقت الزعل، تمام، طلقني وانت مش راجل عشان ما طلقتنيش. تمام، اصبح دلوقتي لو كل زوج استجاب، تمام، اعتقد يعني ايه مفيش بيت دلوقتي هيبقى يعني العلاقة قائمة لو استجاب. ولكن ربنا عز وجل بيعطي وقت دوت الحكمة والصبر لغاية ما الموجة تعدي وتبتدي العلاقة تستمر. الشق التاني في السؤال، ازاي ترفع دعوة الخلع وهم عايشين مع بعض؟ مسكن زوجية واحد، فبالتالي النهاردة الصدمة في الأمرين، الصدمة في الشق الأولاني ان انت بتتكلم النهاردة ازاي ترفع قضية خلع وهي عايشة معايا، ازاي يعني؟ ما ده برضو مش منطق. احسبوها بقى زي ما تحسبوها، هل النهاردة الكلام دوت ممكن اي راجل يتقبله؟ تمام، عشان الناس اللي بتقول لك ما هي طالما طالبة خلع تمام ما تطلقها وكلام. يا جماعة هي قصة يعني عملية ان انا الغدر في القصة ديت بيبقى صعب شوية. طب خلاص رفعت دعوة خلع، انا رفعت دعوة خلع، انت في ناحية وانا في ناحية والموضوع انت. هو انا النهاردة رغبتي ايه في الموضوع؟ رغبتي بالقعاد معاه والحديث معاه، تمام، هو مش عايز يصطدم انه حصل ان علا اتطلقت منه، عايز يلعب بعامل الوقت اللي هو بيه، قد يكون مكالمة، حد يتدخل، يحصل زي ما بيحصل كتير قوي. استاذ عزيز فعليا بالظبط نفض الخلاف ده وممكن نرجع ونعيش في سلام؟ بيحصل كتير قوي اثناء وجود المشادة والنزاع والكلام ده كله، كلمة من هنا كده، طب انت زعلانة ليه؟ طب مش عارف الكلام. وربنا سبحانه وتعالى بيسر الامور وبتعود الامور لمجريها العادية. هتحكم لها بالخلع؟ ما تحكمش، ما الا اقول لحياتك وانا قاعد دلوقتي، تمام، لسه زوجين والقضية الخلع شغالة، تمام، في المحكمة، وما زالت العلاقة الزوجية قائمة. نورتيني وشرفتيني مستشار يا فندم، ده انا شرفت بسعادتي.